نعود للخبر الوطني. وجهتنا شمال المملكة، حيث تتواصل أشغال بناء سد وادي مارتيل الذي كان قد أعطى انطلاقة تشييده جلالة الملك محمد السادس في ماي من العام 2008 بالجماعة القروية بن قريش ضواحي تطوان. هذا السد سيمكن من استيعاب 120 مليون متر مكعب، ونسبة تقدم الأشغال بلغت 20%. التفاصيل في روبورتاج ياسين كويندي وإلهام برادة. على بعد 8 كيلومترات غرب مدينة تطوان وتحديدا بوادي مارتيل، تتقدم أشغال بناء سد بعلو 100 متر. بناء هذا السد سيحد من مخاطر ارتفاع منسوب مياه وادي مارتيل وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، بحيث تقدر حقينة السد ب 120 مليون متر مكعب. السد هذا غادي يمكن من تنظيم واحد الحجم مائي ديال 71 مليون ديال الامطار المكعبه. النسبه ديال الاشغال وصلت حاليا 20%، وغادي تبلغ ان شاء الله التكلفه ديالو 800 مليون درهم، ومده الانجاز 52 شهر. وستزود الدواوير المجاورة لمدينة تطوان انطلاقا من سد مارتيل بالموارد المائية لاستغلالها في الماء الصالح للشرب والسقي، خاصة وأن المنطقة تضم أزيد من 750 ضيعة فلاحية. وسيساعد هذا السد أيضا على التحكم في صبيب مياه وادي مارتيل للحد من الفيضانات. وادي مارتيل فهدد عدة سنوات المدينة ديال تطوان بالارتفاع ديال المنسوب ديال الماء ديالو. هذا السد هذا غادي يجي ان شاء الله باش غادي ينقص تقريبا واحد 75% من الحدة ديال هذا الارتفاع هذا، وغادي يشكل واحد دعامة كبيرة بالنسبة للوقاية ديال هذه المدينة. إذا ملي ينتهي ان شاء الله غتكون الوقاية غادي تنقص الحدة ديالها ب 75%. وتقدر حاليا حاجيات الجهة من المياه الصالحة للشرب ب 33 مليون متر مكعب، وبناء هذا السد الجديد سيؤمن الموارد المائية لساكنة المنطقة إلى ما بعد سنة 2030.